إلى الملف التونسي، حيث أعلنت المحكمة الإدارية في تونس رفض كل الطعون المقدمة من 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية كانت الهيئة قد أسقطت ترشيحاتهم. ومن المنتظر الإعلان عن اللائحة النهائية لمرشحي الرئاسة التونسية بداية من سبتمبر المقبل. هيئة الانتخابات كانت أعلنت قبول ملفات 3 مرشحين، هم الرئيس قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي والبرلماني السابق عياش الزمال. وأوقفت السلطات التونسية المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد بتهمة اجتياز الحدود البرية بشكل غير قانوني. وقال الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية أمرت بالاحتفاظ بالناشط السياسي الصافي سعيد ومرافق له بعد اجتيازهما الحدود التونسية الجزائرية خلصة. وكان صافي سعيد قد قدم ملف ترشحه للهيئة الانتخابات قبل أن يسحبه ويصدر بيانا يعتبر فيه أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل مسرحية سيئة. من العاصمة التونسية ينضم إلينا الإعلامي والمحلل السياسي مراد علالة. أهلا بك سيد مراد. إذا رفضت كل الطعون وأصبح الأسماء المرشحة بشكل نهائي للانتخابات الرئاسية شبه مؤكدة بعد رفض هذه الطعون. الآن هكذا مشهد انتخابي، كيف سيكون وكيف ستكون المشاركة الانتخابية من المواطنين التونسيين أو نسبة المشاركة في هكذا مشهد؟ شكرا على الاستضافة. بداية لابد من التنويه إلى أن الأحكام التي صدرت إلى حد الآن من المحكمة الإدارية هي ليست أحكام نهائية، يعني هي درجة من التقاضي، وأمام المترشحين إمكانية استئناف القرارات التي صدرت في حقهم على أن يتم الحسم نهائيا يوم 31 أوت، يعني نهاية الشهر هذا يمكن أن نتحدث حينها عن قائمة نهائية مغلقة من المترشحين الانتخابات الرئاسية. لكن في الوقت الحاضر الملفات، يعني في درجة أخرى من التقاضي سيد مراد أسماء. بالضبط، الاستئناف، هناك الاستئناف، هناك 3 أو 4 شخصيات عبرت عن شروعها في إعداد ملف للاعتراض على هذا الحكم الابتدائي. لكن في جميع الحالات الأرجح أن ربما قد تذهب المحكمة الإدارية في نفس الاتجاه باعتبار أن تجربة المحكمة الإدارية نادرا أو ربما تقريبا غير مسبوق أنها تراجعت عن أحكام أصدرتها في علاقة بالانتخابات منذ 2011، وهي مشهود لها بالكفاءة وبالمهنية وبالاحترام الجوانب التقنية والشكلية. ويبدو أن هناك من حتى الآن، يعني لم نطلع صراحة على نص الأحكام، لكن هناك اهتمام كبير بكل الحيثيات والشكليات، وهو ربما ما عابه بعض المترشحين على أن المحكمة أخذت نفس منحى هيئة الانتخابات، وهو التأكيد على الجوانب التقنية، وهذا منطقي في استحقاق انتخابي بحجم الانتخابات الرئاسية. ويعني الانتخابات تكاد تكون في جانبها التقني تقريبا معدة ومحصنة من هيئة الانتخابات التي هي صاحبة الولاية الكاملة في هذا الاستحقاق الانتخابي. وبعد نهاية هذا الشهر بطبيعة الحال منتصف الشهر القادم تنطلق الحملة الانتخابية، وحينها ربما سيرتفع ربما منسوب الحركية السياسية التي هي إلى حد الآن هي ضعيفة للغاية، يعني حتى في الشارع التونسي ليس هناك. ما الذي يشير مع كل ما اتخذ من إجراءات في الفترة الماضية مع بعض المعارضين من خلال يعني حتى فيما يتعلق بقضايا الرأي العام والصحفيين والإعلاميين وما إلى ذلك من مشهد داخل تونس الآن؟ ما الذي يشير إلى تفاعل سياسي وتحرك في الحياة السياسية خلال الشهرين المقبلين وخلال هذه الانتخابات؟ صحيح، يعني ربما الإشكال الكبير الآن في تونس هو الزخم أو ربما الحركية التي قد ترافق هذا الاستحقاق الرئاسي الذي انتظره التونسيون وحتى الخارج يعني بشكل كبير. لكن للأسف المناخ الذي تتم فيه هذه الانتخابات، ربما أننا ذهبنا في انتخابات في 24 بمقاييس وبتشريعات اعتمدناها في 14 و19،
يعني اليوم ليس هناك حياة سياسية حزبية قوية مثل ما كان الأمر في 14 و19، وعدلنا بعض قواعد اللعبة في الوقت الذي لم تتهيأ فيه الخارطة السياسية ربما والشخصيات العامة للتأقلم مع الوضع الجديد. اليوم كيف للمرشحين ليست لهم ماكينات حزبية وليست لهم إدارات حزبية أن يقوموا بجمع التزكيات؟ ورأينا كثير من المترشحين الذين أخفقوا في جمع التزكيات أو بعض أنصارهم ارتكبوا أخطاء في جمع التزكيات، وبالتالي نحن ذهبنا في انتخابات في 2024 على أساس التغييرات التي حصلت في بعد 2021 في علاقة بالتركيز على الفرد وعلى الدوائر الضيقة، وفي نفس الوقت حافظنا على جوهر الانتخابات في 2014 وهنا سيد مراد أيضا حذفنا مسألة التمويل. نعم، هنا نتحدث عن المرشح الأبرز وهو رئيس الجمهورية قيس سعيد. قيس سعيد حين اتخذ هذه الإجراءات الاستثنائية في 25 من يوليو أو كما يطلق عليها التونسيون 25 جويلية، كان لاقى ترحيبا كبيرا من الشارع التونسي. هكذا إجراءات استثنائية لاقت يعني تأييد كبير. اليوم بعد مرور 3 سنوات تقريبا مع هذه الأوضاع الاقتصادية، مع هذا الشلل الذي أصاب الحركة السياسية والحالة السياسية في تونس، كيف تبدو شعبية الرئيس الحالية؟ يعني في سنة 2021 عندما اتخذ الرئيس تلك الخطوة الجريئة، طيف واسع من المجتمع المدني والسياسي ومن عامة الناس تفاعلت معه بشكل كبير جدا، ورئيس الجمهورية بنى موقفه على وجود أزمة مركبة سياسية اقتصادية واجتماعية. اليوم عندما نقيم ما أنجز في إطار السياسي والاجتماعي الاقتصادي، نرى أن ربما سقف الانتظارات أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه، وما يعاب على الرئيس أو الانتقادات الرئيسية هي طريقته في إدارة الشأن العام بطريقة أحادية. هو استبعد تقريبا الأطراف الاجتماعية، لا تواصل لا مع منظمة الأعراف ولا الشغالين، أيضا استثنى أو استبعد الأحزاب السياسية التي هي بطبعها في حالة وهن، واعتمد مقاربة أحادية أدت إلى هذا ربما الانغلاق أو هذا الانكفاء في العمل السياسي العام. اليوم يعني باستثناء مرشحين أو ثلاثة، لأنه حتى المرشح الثالث ربما قد يتعرض إلى معنى عوائق قانونية تمنعه من مواصلة السباق الرئاسي، وبالتالي سيكون التونسيون أمام شخصيتين ولا حديث إلى حد الآن على برامج. وهذا الرئيس نفسه عندما ترشح في 2016 لم يكن له برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي، وبالتالي الإشكالية أو التحدي الكبير اليوم أمام هذا الاستحقاق وبمثل الانتخابات هو المشاركة ونسبة المشاركة في هذا الاستحقاق. يعني عندما نتحدث عن انتخابات رئاسية نتحدث عن شرعية ومشروعية. اليوم عندما ذهبت هيئة الانتخابات في تسجيل آلي للناخبين، اليوم نتحدث عن حجم أو جسم انتخابي يتشكل من 9 ملايين أو أكثر من التونسيين. إذا اعتمدنا مقياس انتخابات مجلس النواب الشعب والاستفتاء على الدستور، إذا ذهبنا في نسبة مشاركة لتتجاوز 30%، فهنا إشكال كبير حول شرعية ومشروعية هذه الانتخابات ومصداقية هذه الانتخابات، وكيف سيتم تقبل هذا المعطى سواء داخليا أو خارجيا. إلى جانب كما تفضلتم بالمناخ العام، يعني هناك قلق في المجتمع المدني، هناك قلق في نقابة الصحفيين، هناك أيضا بعض المحاكمات التي صحيح بعضها كان ضروري لكن بعضها الآخر ربما كان فيه اجتهادات في غير محلها، أو ربما كان بالإمكان التعامل مع بعض الملفات بأكثر مرونة حتى نقلق مناخ نتحدث فيه بالفعل عن منافسة وعن مناخ انتخابي وعن حراك، خصوصا وأن التونسيين عاشوا على تجارب كان فيها منسوب الحرية كبيرة إلى حالة الانفلات. لكن صحيح، وهنا سيد مراد يعني نحن لا نتحدث فقط عن انتخابات رئاسية، يعني أصبح المشهد يعني شبه محسوم فيما يتعلق بهكذا انتخابات، والحديث كله عن نسبة المشاركة. هناك أيضا هذا البرلمان الذي تم تجميده، هناك انتخابات برلمانية، كيف سيكون أيضا المشهد في هكذا انتخابات ستعقب انتخابات الرئاسة؟
لا نحن ننتظر يعني، لأن الولاية الانتخابية بالنسبة لمجلس النواب ما زالت هناك سنتان 25-26، وبالتالي هذا مرتبط بنتيجة الانتخابات وبرؤية الرئيس نفسه. كل شيء تقريبا متوقف على إرادة الرئيس. يعني نحن الآن نسير فيما سمينا في الأوقات مشروع رئيس قيس سعيد، يعني هو ركز البناء القاعدي، نقح الدستور أو أصدر دستورا شديدا خاصا به، أجرى انتخابات تشريعية، النظام الغرفتين، عدنا نظام الغرفتين، التصويت على الأفراد في دوائر محدودة وضيقة للغاية. لا نعلم هل سيحتفظ الرئيس بهذا المجلس بعد الانتخابات الرئاسية، هل سيحتفظ بهذه الحكومة. هذه أسئلة في تقديري سابقة لأولها. ننتظر الانتخابات وننتظر وجهة نظر الرئيس كيف سيعالج الأمور، وهو أصبح يدرك بشكل جيد أن هناك انتظارات، هناك ضغطا في الشارع وفي الداخل التونسي، هناك استحقاقات اجتماعية واقتصادية، الشتاء قادم وهناك انتظارات كثيرة للتونسيين. شكرا جزيلا لك من العاصمة التونسية، الإعلامي والمحلل السياسي مراد علالة. شكرا.